السلام عليكم السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. تعالى وبركاته. الفضائح تتوالى ولا تنتهي. الآن لدينا فضائح تهم سعيد شرف وميمي الطقطق ودنيا بطماء. يا ديرو وحيدون يا ديرو وحيدون ديرو وحيدون. عندنا واحد البنت سميتها ميمي طقطق. ميمي طقطق ناضت سيري يا سعيدة شرف الله ينعل جدمك الله يرحم لي أمها مسكينة. سيري الله يغصبك في ولادك. سيري الله البنت قالت في سعيدة ما لم يقل الشيطان في أحد. احنا كمغاربة حيت كاينين شي وحدين بغاو يديروا فيها عايقين بغاو يديروا فيها عايقين. انا كمغربي متشبع بالاخلاق متشبع غادي نوض نقول لها اسمعي بنتي يا ميمي طقطق شو ما هاد الهضره اللي كتقولي وهادشي راه غادي يؤدي بك المساءله قانونيه. اسمعي يا بنتي يا ميمي طقطق لعل الشيطان وهذا وسيري وما تعاوديش. حنا عارفين حيت بعض المرات كاين شي واحد اللي يغالي في حبه لشخص انت كتحبي باطمه ولكن باطمه راه القضاء قال كلمته وحقيقه هو والاحكام القضائيه هي عنوان الحقيقه راه ابتدائيا واستئنافيا وحتى في النقد راه تبت على هذاك الشيء. يعني الاحكام القضائيه هي عنوان الحقيقه. يقولوا لها حشومه نو 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 ما نادوش قالوا لميمي حشومه. ومال سعيده علاش تدعيها ومال سعيده مالية بغا تطير مع هي على تبارهي بغاو يزيدوا فهمتي بغاو يزيدوا ماشي يقولوا عرفتي اش غادي نديروا اجي نلبدوها. هذاك البرنامج اللي كندوي عليه دابا كاين شي وحده سميتها الشبعه ولا الجوع ولا ما عرفتش والله ما عرفت ولا ما عرفت سميتها كاع كان على سعيده صرف صافي تنازل باش تكبر في عيني الناس. اه تنازل 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 سعيده شرف وكان تنازلو لشي شخص اللي كيهبط قواري شي واحد اللي كيقول لك واه في حقيقه اللي غلب يعف. الا غلطت ما تقولش انا غلطت الا شفتوني غلطت انا بين يديكم ونجمع. كيفاش غنتنازلوا لوحده كتطلع كتقول لك بغى يقتلني شيلوا عليا بحجره مقنطره بغاو يديروا عليا. سيدنا الحمد لله طالع لنا في واحد البرنامج لي الجديد طالع بحال طالع مع تدوي بحال ديك المنصوري في وايد ناس وهالحين وانت جبان واحد في امريكا بيسب القضاء وكيفاش غتنازل وانت خدامه كتسرقي في المراه كيفاش غتنازل. هادو دابا اللي خدامين تيحلوا فامهم راه كنتنازلوا لشي واحد اللي كي هبط خواريه. انا شخصيا قسما بالله وهو تيكون معايا السي الحاج شي واحد بعض المرات كتلف ليه الحلوفه ولا ما عرفت شنو كاين هذا كيبدا يسبني كدور شي ما هو كيعيط خويا توعفى والله ما كنخليه يعتذر قسما بالله تنقول لي سير حيد راك مقيد وحنا خوت لان الله كرم بني ادم ما نخليكش تبدا تفرط في الاعتذار نو نو كتبقى فيا انت كتبقى فيا غير كتقول الو كنقول لك سير حيد راك مقيد اخونا وحبيبنا وسير الله يعاون ما تنوركش. والاكثر من هذا الاكثر من هذا والله الا كنجي للمغرب وكنزوره وكثر من كنزوره وكريمه وما اعتذرش ليا ما كنخليش يعتذر والذي نفسي بيدي ما كنخليه يعتذر. غير كيقول الو كنقول له يا الباندي حصلتك عدوي يقول يا خويا تحفة والله كنقول له نو 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 سير حيد راك مقيم وسالات الحفله وان شاء الله راه غنهبط للمغرب راه والله تنجي عنده وكنجي عنده والله الا كنجي عنده عرفتي اكراما له. ونقول لكم واحد الحاجه ديما تنقولها النفس اللي كتلوم راسها كريمه عند الله راه الله اقسم بالنفس اللوامه الله عز وجل اقسم بالنفس اللوامه النفس اللي كتلوم راسها النفس اللي كتلوم راسها
انا واحد الوقيته كنت غادي في واحد الاتجاه، واحد واحد الاتجاه معين ظنا مني بان ذاك الاتجاه هو الصحيح. علاش؟ لانني كنت متاثر بواحد واحد الناس اللي في الاخر بانوا الا بزنازه، بانوا مرتزقه، بانوا كيحسبوا الفلوس، باغي اللي باغي يدير لاصال في امريكان في فرنسا بخمسة المليار. قلت فلومت نفسي، انا لومت نفسي، قلت وحفا كنت غادي في الاتجاه الخطا وظلمت راسي، ظلمت نفسي. اما ظلمني حم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انا ظلمت راسي، انا اعتذرت راسي، انا صححت المسار ديالي. وبالرغم من ذلك كاين الخونه ديال الداخل اللي قال لك لا ما تلومش راسك، لا ما تعتذرش، لا بقى خائن باش نلقاو منين نشدوك، بقى ضرب باش علاش 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 حرمتي علينا هادي، علاش كلاب. هادو اللي كيقولوا، هادو اللي كيقولوا كان لا سعيده ان تتنازلوا. واش المغنيه دنيا باطمه هل تغير فيها شيء؟ ولا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تعقلوا انا شنو كنت نقول لباطمه؟ انا اكتشفت راسي، انا اكتشفت راسي والله ربما انا فهذو اللي كيهضروا بحال اليعقوب الحزاقه بحال البغال، اكتشفت راسي وقيل انا الوحيد اللي كنبغي باطمه. وحق الله العلي العظيم انا الوحيد وقيل اللي كنبغي باطمه من نيتي. كنت كنعطيها حلول، كنقول لها باطمه طلعي ما تعتذريش مباشره، فيك واحد الاعتذار الذي يحفظ كرامتك. هانتوما اخوتي المغاربه الا شفتوني غلط، الا شفتوني غالطه، الا شفتوني، الا شفتوني غالطه والو، قلت له لصقيها في داك حلو في الغيس وديريها وما تبقيش طلعي منير فادي. الله يحفظك كل التداول ما سعيد شرف. الله يحفظك. الا شفتي، الا شفتي هادي وهادي لصقيها وغتخرجي ديك الساعه. قسما بالله العلي العظيم انا نقول لك واحد الحاجه اباطمه، والله اني اقولها وصادق، كنت انا غادي نتوسط لك عند سعيده شرف ياك. نزيدك واحد الحاجه، والله ملي نتوسط لك عند سعيده شرف وشرف ما تسمحش لك، ديك الساعه ساكون انا خصمها، والذي نفسي بيدي حتى نكون انا خصم سعيده شرف. ولكن انت زدتي فيه، انت صحابك فضحوك، تيك تيك تحرشيهم على لطيفه، انت اللي قلتي لهم على المبيض، انت اللي قلتي لهم. انتوما حضرتوا لطيفه مسكينه باش كانت حامله كانت رجليها منفوخه قدوك قدوك قدوك. المراه ما كتقدرش تمشى، المراه ما كتقدرش تصطم على رجليها. تعرفوا راجلها؟ تعرفوا والمبيض وشي تخربيق وشي زبل وليتو غير كتشيرو، ليتو غير كتشيرو. اصلخ هذا كاين شي وحدين اللي ما طلعوش معاه بيني وبينه، ما باغيش يجبد مريم سعيد وما باغيش يجبد معاه، ما باغيش. كاين اللي خدا الفلوس ومشى، كاين اللي خاف ومشى. انا قلت لكم هادو اللي كيطلعوا دابا اخ سعيد شرف كنت نازلات. لا لا لا، هي كل مغنيه هبطت كوارعها، كون هبطت كوارعها. مغنيه غلطات ملي مشات عند الدراري ديال اكادير وقالت لهم انا نعطيه التحفه، نعطيه 200، نعطيه 70، ما يخدمش عام كامل ونخلصوا في داك الشيء ديال اليوتيوب. واش انت يا بنت الناس كنبان لك انا هنا كندير الحلقه يدوروا معايا الناس ونسكت؟ شتي الاهانه؟ غلطتي ملي مشيتي عند واحد الكلب وقلتي لي عيط لدي سياف على بنتي، وانت في الحال للامانه هو اللي قال لكم انا اش غادي ندير، وصفت لكم الايميل وصفتوه نتوما. ها انت غاده في غيك وتي صحابك شاد ولد الزموريه، راه ساهل تي صحابك هنا طالع فعلا، راه قال لكم بو 20 الله يرحمه قال لكم، ولكن الحق على هاد ولاد الكلاب هادو. هما راه قال لهم ولاد الاخرى ولاد هادو، كانت ديك الساعه سميره وكان الهرواق واقف، وكان هادو اللي قالوا لي راه غير درابكي وسولوا عليها عصام.
انا كنقول غير دربكي، كنقول غير حلايقي، حيت اللي لقى راسو في الهبال ما عنده ما يدير بالعقل، اللي لقى راحتو في الهبال ما عنده ما يدير بالعقل. وديما كنقول لكم وانتم ما فهمتوش، ديما كنقول لكم كلامي مع من؟ مع مناسي اماليه، ديما كنقول لكم كلامي مع مالي، ولكن ما طلعتوش مالي الكلام، طلعتو نتوما الدراكيه، طلعتو نتوما الحلايقيه، اطلعتو نتوما الشمكاره، وفوزنا وانتصرنا. مش انتصرنا احنا، انتصر القضاء المغربي. ونعاود نقولها لكم، الاحكام القضائيه هي عنوان الحقيقه، وانت اللي عنده شي حقيقه بحال هاد القضايا للنقاش وتحلومه وهذا العقوقي وهذا، يمشي يعطيو القضاء، يمشي يعطيو القضاء. ونزيد نقول لكم واحد الحال، انا راه ما تنسمعش في حقي، اي باش نكون واضح، نقدر نبان لك تنبربر تنضحك، والله ما تنسمح في حقي. نهار ثلاث غادي تواجه مع الشكايه ديالي يا سي زروالي، من الاخر ما غنتنازلش على حقي. القانون المغربي، القانون المغربي تيقول لك كل من له مصلحه العقوقي، والله ما تنازل، عندك حكم قضائي نهائي بالخيانه للوطن، هذيك جمعيه غير قانونيه، وما يخرجتي من الحبس راه ما درتي لا جمع لا ملا والو، ما بقاش عندك جمعيه، وانا اللي رفعت عليك القضيه وانتهت جمعيتك. لكل من له مصلحه تنخدم انا في اطار القانون، انا لا اعبد، وفي احترام تام للقوانين المغربيه، في احترام تام. نزول نقول لكم واحد الحاجه، النيابه في المغرب راه ما كتفلاش، والله الا ان ثبت صحه مزاعمكم دوك الفيديوهات المفبركه، والله تكون تقبضت ونستاهل، لان اللي يقول على بلادو ديك الكلام خصو يمشي للحبس. ولكن عارفينكم مدلسين، عارفكم احقر من الحقاره. وذاك البرنامج اللي طالع خدام تيقول لك كان على سعيده شرف تنازل، علاش ما عندش جد باباكم الكلب القدره تقولوا كان على بعض ما تهبط كواريها، وتقولوا شكون اللي خرج على باطمه، شكون اللي بيع الباطمه العجل. انا من انا نقولها لكم دابا الان، وانا شوف انا كنقول هذا الكلام في هذا الخطاب لموت باطمه والاب ديالها، وهذو بالاساس ديك اختهم راه هي راه نسات اختها راه مشات كدير اشعار ديال التجميل في في في, في طنجه. انت كنهضر على الام، الام خصكم تخرجوا بيان، بيان حتى واحد ما يدوي على بنتكم، واحد ما يدوي على بنتكم، بنادم راه كيتهجر بنتكم، الناس راه مدوره العاقه ببنتكم. قول لهم كفوا عن بنتنا، والله لئن اصدرتم هذا البيان اول من يلتزم به محمد تحفه، وان كنت الان راه لا اذكر بنتكم، راه كنقول لهم خليوها راه هما اللي تيجبدوها. كنهضر على المصائب التي تاتي تباعا الشكايه ديال السي بوشعيب الجديدي اللي غادي تواجه معاه نهار 18/3، وارحموا بنتكم، خرجوا بيان. هذا هو يا خوفي، الا ما كنتوش نتوما كتبزنزو بها، مو بها كتبزنزو بها، يا خوفي من هذا الامر، والله يا خوفي من هذا الامر. راجل ميمي طاق طاق ودي قال لي ما تسمعش ليه، دابا تسمع يا ميمي طاق طاق، شتي ذاك راجلك اللي قال لك ما تعتذريش منا، انا نقول لك والله تعا بغيت تهنى منك حق الله، يعني باغا يغرقك شي داك راجلك ولد الحرام من بعيد، ومين متقطق عاودني مني، ما نبغيوش لهاد البنت الاذى، وما نبغيوش، ان وان كان بان ليا مشيت فيها من الاخر مشيت فيها، ولكن انقذي ما يمكن انقاذه، وما طيحيش في نفس الغلط اللي طاحت فيه باطمه. وهذاك راجلك اللي قال لك، هذاك راجلك اللي قال لك، اللي قال لك ما تسامحيش معاه، حق الله الا بغيت تهنى منك تاتي راه معظمة تاتي فيك على العظومة يا خايت، وتزي شوية ديال الحب، أنا كتقرقبو بالليل، داكشي علاش كتخلي الضو شاعل، شحال واش بلانشا طاحت من السقف، أنا باغي نشوف هذيك، باغي نشوف هذيك، أنا خليك معايا، أنا باغي نشوف هذيك ميمي بديك الفورمة صقعة، باغي نشوفها كيفاش كدير، أنا باغي نشوف هذيك ميمي حق الله عليك. والله الا باغي نشوف كره كتقرقبي،
ويك 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 ايه مي 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 تي نسميو بحال قبقيبو قبقبقبقب لا قبقيبو حسن من حسن منك عادو فين يهز المشطه تي موحاش قلت لك مشي للحبس باش ندير ريجيم اش من ريجيم غديري تي ميمي كتعرفيش كتقولي ولا ما كتعرفيش هادو الخدامين يزعموا في ميمي ميمي والله حتى يدخلوك للحبس انا تنقولها لك خديها من عندي الله يتا غيدخلك ميمي قاب 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 قال لا انت ماشي قرقي بو ديال المشطرتي قاب 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 كتقرق نكتفي بهذا القدر ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى حلقه الغد باذن الله تعالى مع السلامه.